هلا مشاهدينا، فحننتقل معكم قبل الختام لمسابقة رمضان قصة وسؤال يلي رافقتنا طيلة رمضان كل سبت، والتصويت بيكون أكيد عبر الفيسبوك موقع الإخبارية السورية، والتعليق الأول والصحيح أكيد بيكون فاز معنا أسبوعيا بجائزة سحور لست أشخاص مقدمة من مقهى المكتب. بدنا نقول أكيد بدنا نعرف مين الربح، وبدنا نعرف شو السؤال الأخير بشهر الخير مع زميلتنا هالة. صباح الخير هالة، كل صباح عام وانت الخير ليا، بخير. صباح الخير نور، صباح الخير مشاهدينا وين ما كنتوا عم تشوفونا، ورمضان كريم. يسعد صباحك. مين الربح معنا اخر شيء؟ السبت الماضي. نحن دائما تفاعل يعني كثير كبير مع الاخباريه، وصار في تفاعل كبير مع مسابقه قصه وسؤال يعني، فهي المسابقه الاخيره كان كثير في عليها اجابات، وكثير العالم يعني اغلبها اللي تواصلت معنا او اللي بعتتنا اجابات كانت الاجابات صحيحه، بس نحن مش على المصداقيه او كذا يعني، دائما عم بيكون بين تعليق. دقيقه بين التعليق والتعليق ثواني يعني، يمكن انه انا اجاني انه انسي هال، انا جاوبت قبل يلي فازت معنا اللي هي جمانة غنام، بدنا نبارك لها يعني. شو كان الجواب؟ كان الجواب مين الفائز؟ عن جد مين كان الفائز؟ ابو القاسم الزهراوي اللي هو بالجراحه الحديثه يعني، وطبعا مثل ما حكينا او غششنا المشاهدين اللي هو مشفى بدمشق، فاللي فازت معنا الاسبوع الماضي جمانة غنام بدنا نبارك لها، وطبعا حتكون جائزتنا نحن هي دعوه لغدا او عشاء، لانه بجوز نحن نكون بكره يعني بدنا نعايدكم ونعايد كل جمهورنا، كل عام قبل الخير، بجوز يكون بكره عيد الفطر. بدنا ننوه انه بخلال فتره العيد رح تكوني معنا ثلاث ايام، هي حتكون الجائزه مو دعوه سحور، هي دعوه غدا او عشاء، وطبعا بدنا ننوه انه حنكون معكم نحن خلال ثلاث ايام من عيد الفطر السعيد. بشكل يومي. بشكل يومي ان شاء الله. يلا خلينا نعرف السؤال بعد تسألني حبيبتي ما الفرق ما بيني وبين السماء؟ الفرق ما بينكما أنك إن ضحكت يا حبيبتي أنسى السماء. شاعرنا حفر اسمه في مجلدات التاريخ، بيتذكروا معاصروه، بتتغنى به الأجيال الجديدة بسبب قصائده التي تحولت إلى دواوين بين أيدي المثقفين والعشاق، وأغاني على لسان كبار الفنانين العرب. شاعرنا مارس الدبلوماسية وتفرغ للشعر، غنى للمرأة والحب والسياسة والحرب، فاشتهر بأعماله الرومانسية والسياسية الجريئة. شاعرنا دمشقي جال شعره أنحاء العالم متمردا، متغزلا، ناقدا، مشتاقا. شاعرنا عاش حياة رغيدة وكان مدلل أمه، يقولوا تعلق بزوجته التي تزوجها بعد حب دام 7 سنوات. شاعرنا درس القانون، مارس السياسة وأتقنها، تنقل بين العواصم العربية والأجنبية تاركا قصائده تفوح في كل مكان، مثلت قصائده أفراح العرب وأحزانهم، فكان بحق شاعر زمانه. وأوصى شاعرنا بأن يدفن في دمشق، دمشق الرحم الذي علمه الشعر والإبداع، وإلى المدينة التي أهدته أبجدية الياسمين كما قال. وشاعرنا أتي به من مدينة الضباب لندن ليدفن في دمشق بعد حياة مليئة بالمحطات المهمة على صعيد السياسة والأدب والحب. بالختام مشاهدينا، بعد ما اخذنا يعني تفاصيل عن شعرنا واكيد الكل عرفه يعني، وحكينا شيء من سيرته العمليه والشخصيه، بدنا اياكم تشاركونا وتبعتونا اسم الشخصيه بالكامل على رابط الاخباريه على الفيسبوك، وطبعا حيكون نحن اليوم اللي بدي جاوب على السؤال او يكون الاسرع على سؤالنا هو حيفوز معنا بدعوه غدا او عشاء بمقهى المكتب، وحكون انا معكم خلال ثلاث ايام من عيد الفطر السعيد، وبدي اعيدكم لكم كل عام وانتم بالف خير. فينا نقول الجواب؟ لا ما في تفشيش ابدا. طيب انا فيني اقوله؟ لا ما في حدا يقوله. شعرنا نحن بدنا نترك لمشاهدينا يتواصلوا معنا وهن اللي يجابوا. يلا ناطرين الاجابه. ونحن سعيدين فيكي هاله، بدنا نقول لك كل عام وانت بخير. بدنا ننوه للمشاهدين رح تكون المسابقه بشكل يومي بالعيد ثلاث ايام ان شاء الله. نعم شكرا كثير لك هاله، والف مبروك لكل يلي ربحوا خلال شهر رمضان الكريم معنا، والف مبروك يلي رح يربحوا معنا. ميرسي لك، ينعاد عليك. شكرا لك هاله.